أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نتعرف مع بعض بالتفصيل على درجات الحرارة النهاردة والطقس هيكون شكله إيه. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهنلاقي كمان نشاط رياح بالليل على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. هنلاقي كمان فرص أمطار خفيفة على حلايب وشراتين. خلينا نتعرف دلوقتي مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 34 والصغرى 24، الإسكندرية 32-24، والعلمين الجديدة 30-23، مطروح 30-24، دمياط 31-24، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 36-23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، والعريش 30-24، كاترين 32-18، وطابة 37-23، حلايب 36-27، شلاتين 38-31، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 39-28. الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 23، بني سويف 37-23، الوادي الجديد بيسجل معانا أعلى درجة حرارة النهاردة 44 درجة في العظمى والصغرى 29، أسيوط 41 والصغرى 24، سوهاج 42-23، قنا 43-24، الأقصر 43-25، وأسوان 43-26. كده مشاهدينا خلصنا مع بعض بيان مبدئي بدرجات الحرارة المختلفة في مختلف المحافظات. خلينا على طول نرجع لهدير ومصطفى نبتدي معاهم نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا يا كامل. شكرا.